ستات تتحط كده قدام العقل توزن. انا عايز احكي لك مشكلتي، انا اللي عايز احكي لكم مشاكلي، ينفع؟ انا متجوزه من راجل بحبه جدا بقالي 10 سنين ولسه متجوزين قريب، بس المشكله بدات من وقت ما ظهرت مرات اخوه في حياتنا. هي هاديه جدا وبتمثل انها طيبه وكيوت، لما تكون العيله متجمعه واول ما نبقى انا وهي لوحدنا تقعد ترمي كلام سخيف وتتريق وتقلل مني، وطبعا لما اجي اشتكي لجوزي مش بيقف جنبي لانه شايفها قدامهم جميله وحلوه ما بتغلطش. طب وده مش بيلفت نظرك لاي حاجه؟ انا مش عايزاه يعمل مشاكل مع اخوه ولا يشتكي لحمايه وحماتي، بس انا عايزه اشوف منه ان هو يعني عنده احساس وواقف جنبي ومعايا. في ايه؟ واقف جنبك ومعاكي في ايه؟ هو بيجي يقول لي انت اللي غلطانه وانت اللي خليتيها تعمل كده، وانا بقيت احس انه مش مقدرني، مقدر مرات اخوه اكتر مني وبيعزها اكتر مني. احنا دخلنا المرحله اللي بيعزها ماشي، وعمره ما بيغلطها حتى لو بيني وبينه، وبسببها كتير بتحصل مشاكل ما بيننا. اما هي مش بتبين طريقتها معايا قدامه، فبقى يجي يقول لي انت طريقتك بتقفلني وانت بتاعت مشاكل. انا والله بستحمل كتير، بس انا جبت اخري ووصلت عند نقطه معينه وتعبت. مليانه تعبت وهي حربيه، فقولي لي اعمل ايه؟ اعمل عمل ربنا يا اختي، صلي على النبي. كلام اللي انا هقوله ده كويس قوي، يعني اتمنى يحصل كده. مفيش حد بيخترقك الا لما بتكوني انت سامحه بده. هي لا بتقلل منك ولا من شانك ولا من قدرك، بس انت اللي بتسمحي لها وبتفتحي لها الباب بتاعنا قليله وبتاع ما تقدرنيش، فبالتالي هي بتخش منه بمنتهى الاريحيه. تعالي اديكي المثال بشكل اوضح، باب شقتك ده ممكن يخش لك منه حرامي لو انت قافلاه كويس. نفس الفكره، حضرتك سامحه لها ان هي تتجاوز معاكي عن طريقك. جوزك بقى، مال جوزك ومال حوارات الستات دي؟ بتحشري الراجل في حاجه هو ما يعرفش عنها حاجه ليه؟ يعني طلعتي في عينه نكديه وطلعتي بتاعت مشاكل، وطلعت هي فله شمعه منوره وعليها سكر وما بتعملش الغلط. استفدنا حاجه؟ الطق الطق. كل اللي حضرتك محتاجه تعمليه بمنتهى الهدوء، تحبي نفسك، تقدريها، ما تخليش حد يهزك او يخترقك بكلامه ايا كان ايه هو، تشيل جوزه من الحسابات خالص. يعني ايا كان اللي بيحصل معاكي مش هتشتكي، تصنعي انك بتضحكي وبتهزري وبتعيشي موت حلو في وجودها وفي عدم وجودها، وحتى وانتوا لوحدكم مخك تدريجيا هيصدق الكذبه، هتلاقي نفسك بتتجاوزيها ومش بتشوفيها اصلا. حرقت دمك انت الوحيده اللي مسؤوله عنها، لا جوزك ولا هي. الرجاله كلها كده، ما تحبش حوارات الستات ودماغها بتوجعها من كتر الكلام، ودي عملت لي ودي قالت لي ودي بصت لي ودي غمزت لي ودي ايه ايه ايه، كفايه عليهم الشغل والمرار اللي بيشوفوه بره. الحاجات التافهه دي والحوارات والحرابيق دي بتاعتنا احنا، كل ستات في بعضينا كده. مش كلنا كده، في ستات تتحط كده قدام العقل توزن. خليكي بقى من النوعيه دي، حط قدام العقل كفتك تطب على طول، وتقدري برضو تشوفي رأيك يا كاكر اخواتك في الكومنتات.